ازاي اختار العامل اللي هيشتغل معايا؟ طيب لو احنا عايزين العامل الاول عايزينه يشتغل ايه؟ لو شغال مثلا في سوبر ماركت او بياع او مخزن، فكل حاجه ليها حاجه. فاحنا هنتكلم النهارده على البياع، تمام؟ طيب احنا عندنا كم واجهه؟ عندنا تقريبا 8 وجوه. هنختار الوجوه اللي هتنفع تشتغل، واختار سمات وحاجات اللي هي موجوده في الوش اللي هي تثبت لنا ان الشخص ده مش نافع يشتغل، تمام؟ فانا هسيب لكم دلوقتي الدقيقه كام اللي هي المواصفات بتاعه الشرح الشخص اللي هو هيشتغل. هكتب لك هنا في الدقيقه كام دلوقتي على الشاشه، لو عايز تقدم تخش تقدم وتسمع الفيديو من الدقيقه كذا اللي هتظهر قدامك دلوقتي. اللي عايز بقى يكمل معانا الحلقه كلها يكمل معانا. تعالوا نشوف. عندنا هنستبعد اول وش، الوش الايه؟ الوش المربع، تمام؟ الوش المربع اخر قوته ان هو هيشتغل في المكان شهرين، تمام؟ فاحنا كده هنستبعده خالص، تمام كده؟ مربع ما يخشش خالص اي مكان، هو يشتغل بقى في اي حته ربنا يسهله، لكن انت ما تختاروش ان هو يشتغل معاك لان هو هيسيبك بعد شهرين اتنين بالظبط هيسيبك. طيب هنخش في الوجه اللي بعديه، الوجه المعين ده كمان ما تشغلوش. ليه؟ لانه بتاع مشاكل، ف مش هيقعد. يعني ان قعد شهر هو مش هيقعد اصلا، ان قعد شهر هيقعد شويه بتاع شهرين ثلاثه اربعه، هو في النهايه هيعمل مشكله ومشكله كبيره. فده كمان ايه؟ استبعده من عندك، تمام كده؟ المستطيل عملي، البيضاوي عملي، المربع الضيق من الاعلى عمل، تمام؟ طيب دول كده هينفعوا؟ سيبك منهم دلوقتي، احنا لسه عندنا الدل اللي هو واخد من ده ومن ده، اللي هو الدل المقلوب اللي هو جاي كده وضيق من هنا، تمام؟ اللي هو عريض من هنا وضيق من هنا، الدل، تمام؟ وعندنا كمان ايه؟ الدائري. طيب الدائري عملي واجتماعي. البيضاوي عملي واجتماعي، تمام؟ المستطيل عملي واداري. ده عملي وقيادي، تمام؟ المثلث مش بتاع شغل خالص. يعني ايه؟ يعني ممكن ينفع اداري او ما ينفعش، او ان هو عايز ايه؟ يحقق احلامه والكلام ده كله وكده. فاحنا هنستبعد مين؟ هنستبعد المثلث، تمام؟ ركز كده، احنا بنختار العامل اللي هيقف يشتغل بياع في اي مكان، تمام؟ ودلوقتي هقول لكم الوجه بالتفصيل. خلاص كده احنا استبعدنا ثلاثه، المثلث والمعين والمربع. الثلاثة دول كده مش نافعين يشتغلوا، خلاص؟ علشان ايه؟ ده ما بيحبش الشغل بايده، فده هيشتغل شوية ويركن منك، ممكن يشتغل النهاردة بكرة ما يجيش. المعين هيشتغل وكل حاجة، هو جدي وكل حاجة فيه كويسة، لكن بتاع مشاكل، فاحنا بلاش مشاكل، احنا مش عايزين مشاكل فنستبعده. بس لو ما فيش الا هو هنشغله لان هو عملي. المربع عملي، لكن هنا بيقعد شهر اتنين وبغير مكانه، يبقى كده احنا ايه؟ هنعمل اكسات على دول، يبقى دول مش نافعين وطلعوا كده، وفهمنا احنا طلعناهم ليه، تمام؟ طيب ده اداري، يعني مش هينفع يقف يبيع ولا يرتب ولا ينظم ولا يشيل ولا يحط. يعني ايه؟ هو عملي لكن عمل اداري، مش هيشتغل زي بقيه الناس، هو ما بيحبش كده. فاحنا هنشيل ده كمان من هو من قائمه ايه؟ الشغل اللي هو هيشتغل بياع. ده لو اداري ماشي شغله،
تمام، لان الاداري حاجه والبياع حاجه، فاحنا بنتكلم النهارده على مواصفات البياع. تمام، طيب ده لو شغلته وفهم انت بتعمل ايه، يعني مثلا ايه هنا ده شخص بيخطط للمستقبل، يعني انا مثلا لو جبت واحد زي ده اشتغل معايا، اول حاجة هيعملها ايه؟ هيجي كده يعمل دراسة جدوى على المشروع اللي انا هشتغل فيه. تمام؟ يعني هيجي يقول لك ايه مثلا هنا البياع فلان، التاجر فلان، الاسعار تمام؟ الارباح، هيقعد بقى ايه يرص لك كده في، هيحسب لك انت بتكسب كام، هو هيشتغل وهيكسبك وكل حاجه، لكن يوم ما هيسيبك ممكن يكون هو رقم واحد في المنافسه دي، ممكن يجي يفتح محل نفس المحل في نفس الشارع تمام، او في مكان تاني مش مهم، بس هو هنا كده ايه، هو كده كده قاعد مده معينه ان هو يشرب المهنه ويمشي، يعني هو مش قاعد معاك، بأصبح ده كمان هنا مش ده محل الثقة اللي احنا عايزينه، يبقى خلاص احنا ايه؟ هنشيله، تمام كده؟ طيب هتبقى معانا ايه بقى؟ البيضاوي والدلو المقلوب والدحري، احنا هنختار منهم البياع في الثلاثة دول ايه؟ طبعا ما ننساش اللي احنا درسناه في الحلقات اللي فاتت، الأخ ده رومانسي تمام؟ وده لو توفر رقبة قصيرة هيكون ايه؟ طماع تمام؟ وده طيب وكويس، التلات وجوه دول هينفعوا يشتغلوا. طيب عايزين بقى المواصفات هنا في التلاتة دول ايه؟ طيب احنا هنا بقى لو عايزين واحد يشيل وحط، واحد يشيل وحط، طبعا ده مش بتاع شيل وحط، الاخ ده مرهف الحس، يعني هو اخره ان هو يشيل كوبايه يحطها في مكان تاني ويشيل دي يحطها هنا، انما هو مش بتاع شيل وحط، اللي بتاع شيل وحط ممكن ده او ده او الوجه المربع شيل وحط، لكن مش هيقعد، انما احنا بنتكلم على البياع. البياعين معظمهم تدخل اي مكان تلاقي المكان اللي قاعد فيه بياع هتلاقيه وشه مدور، وشه مدور، لكن ايه؟ لكن الرقبه هنا رقبه كويسه كده، يعني مش قصيره، رقبه عاديه. هنا بقى هنختار ايه؟ رقم واحد في الثلاثه دول لو هو متوفر هنختار ده رقم واحد اللي هو الوجه المدور، تمام؟ اللي هو الوجه المدور. طيب مواصفات الوجه المدور ده بقى ايه علشان ان احنا نشغله معانا، او ده او ده؟ اول حاجه في الثلاثه عايزين شعر يكون يا مجعد يا اقل من مجعد. ليه بقى هنختار شعر مجعد؟ يعني الشعر هنا هيبقى ايه؟ مجعد تمام، او خشن. ليه بقى؟ علشان يتحمل معانا، علشان ما يكونش ايه العيال اللي هم العيال الطريه اللي هي تكش فيه عيط، لا احنا عايزين رجاله، فاحنا نختار مين؟ ابو شعر سميك او ابو شعر خشن. ليه؟ علشان يكون اقوى تحمل واقوى صلابه. طيب كده احنا عرفنا الشعر. طيب انت عايز بقى يسمع الكلام، يسمع الكلام، هتختار واحد ودنه كبيره تمام، ودنه كبيره، ده كده بيسمع الكلام. عايزه بقى لو سمع حد من الناس اللي شغالين معاك عايزه يشتغل لك عصفوره، يعني يفتن على اصحابه، لو عايزه يفتن على اصحابه هتبقى ايه؟ هتجيب له شفايف كبيره، شفايف ايه؟ كبيره، مع اذن كبيره، اصبح ان هو يسمع من هنا ويجي يا معلم وخر يا عسل تمام؟ هيعمل ايه؟ هيطلع لك كل اللي سمعه. طيب طب عايزينه بقى يكون ايه؟ مركز. هنعمل فيه ايه؟ هنختار عيون غائرة، عيون غائرة، مش مهم بقى تكون ايه كبيرة أوي وصغيرة أوي الكلام ده، فاحنا هناخد عيون غائرة، ما
متوسطة. ليه متوسطة؟ أو أقل من متوسطة يعني أصغر. ليه بقى؟ لأن كل ما العين بقى صغيرة كل ما كان ملتزم بمواعيده وكل ما كان ملتزم بعمله. أصبح إن إحنا إيه هناخد عيون أقل من متوسطة، تمام؟ طيب عندنا الحاجب بس يعني إيه إحنا مش عايزينه ودود قوي يعني، إحنا عايزينه يبقى إيه كويس يعني مش عايزينه ودود. تمام؟ هيبقى لا هو مرفوع ولا هو نازل، لأن هنا هيكلم الناس، فيفضل إن هو يكون نازل، ليه؟ علشان يكون عنده ود ويتعرف على الزبائن اللي هتجيله، يستقبل الناس، لأنه لو هنا الحاجب مرتفع هيبقى إيه؟ هيبقى بيتنك على الناس. هنخش بقى على إيه؟ على الوجنات، الوجنات اللي هنا الخدود بقى من هنا كده. لو الخد هنا جاي مستقيم اصبح ان هو كده بيحب الاستقرار زي الوجه المستطيل كده. لو هي جايه مستقيمه من هنا من اول فوق من اول فوق لحد تحت تيجي كده تلاقيها مستقيمه مفيش بروزات من هنا، اصبح ان الشخص ده بيحب الاستقرار. تمام؟ طيب بيحب الاستقرار، عايزين حاجه كمان تميزه ان هو بيحب الاستقرار ومش هيمشي. كمان هنلاقي ايه؟ هنلاقي ايه الحته دي كده الشعر ده من هنا كده قريب من الحاجب، يعني كل ما كان قريب من الحاجب اصبح ان هو اكتر اخلاص، يعني مش هياخد بيك ومش هيخونك. تمام؟ اللي هي هنا كده. طبعا انا هطلع بيطلع لكم صور دلوقتي الكلام ده كله. طيب احنا عايزينه واحد ما يتكلمش خالص، لان هنا لو فتن على حد من صحابه هيفتن هو كمان على اللي بيقوله لك، او اول ما تزعلوا من بعض هو مش هيقدر يفرمل، هو أول الكلام اللي هيسمعه هيطلع يقوله، فإحنا نفضل إن يكون هنا كده شفايف إيه؟ نحيفة. مش نحيفة أوي عشان ما بقاش بخيل، يعني عشان يتكلم وياخد ود من الناس، يعني الشفايف متوسطة، مش نحيفة ولا كبيرة، عشان يبقى كده ماشي مع فوق وتحت، تمام؟ طيب عايزين إيه؟ ميزة بقى الأذن الكبيرة إيه؟ الأذن الكبيرة السمع بتاعها جيد، يعني لما حد ينادى عليه يقول له هات لي كيلو مش عارف ايه، هات لي كيلو بسله، هات لي كيلو عدس، هات لي كيلو بصل، هات لي مش عارف ايه، يبقى هو في اخر المحل ويسمعك بوضوح، فيفضل هنا الاذن الايه؟ الكبيره، مش الكبيره اللي هي الكبيره لا، كبيره يعني معقوله تمشي. تمام؟ طب بقى اهم السمة موجوده دلوقتي عشان هنربطها مع ايه؟ مع الشعر الخشن، انف مقعر، انف مقعر. تمام؟ وفتحاته واسعة، يعني أنفه مقعر وفتحاته واسعة. ليه بقى؟ هنا هنقول شعر خشن يعني أقوى صلابة، أنف مقعر يستجيب للأوامر بسرعة، يعني مش هيزعل منك لما أنت تيجي تكلمه وتقول له اعمل كذا أو مش تعمل كذا، هيتقبل أوامر. تمام؟ عندك هنا أنف واسعة يعني لو جيت وشتمته مرة غصب عنك ولسانك جاب زلة لسان يعني وشتمته بالصدفة أو أنت متضايق و بس ما تاخدش عليها يعني، لأن إيه؟ كل واحد له طاقة، وفي الأول وفي الآخر ما حدش بيتحمل حد يشتمه. تمام؟ إلا إذا كان بقى حد مزوخي فده أنت مش هتقدر تدخله عندك أصلاً. يبقى كده أنف إيه؟ واسعة. وإيه كمان برضه مهم جداً؟ دي تكون راجعة لورا. دي تكون راجعة لورا، مش راجعة بقى هيبقى من أول هنا لهنا، راجعين لورا، مش دي راجعة لورا خالص زي اللي هو الشخص العبيط أو الشخص اللي هو أول ما تبص له تحس إن هو غبي، لأ دي مستقيمة كده بس دي تكون داخلة شوية. تمام؟ طيب الجبهة بقى، الجبهة تكون إيه؟ الجبهة تكون صغيرة. كل ما كانت صغيرة كل ما كان بيحب ان هو يقعد في مكان كمان مش هيفاصل معاك في السعر، يعني لو قلت له مرتب بتاعك في الشهر 1000 دولار 1000 دولار عادي هيوافق. لو هو يستحق 2000 دولار وانت قلت له 1500 هيوافق. هو ليه بقى؟ لان الناس دي بتشتغل كتير جدا
وفي الاخر بتاخد اي مبلغ زهيد. وطبعا مش علشان انا بقول لك ياخد مبلغ زهيد وهيرضى تقوم انت تستغله، لا ما تستغلوش علشان ايه؟ علشان ربنا، تمام؟ فاحنا هنا الجبهه تكون ايه؟ صغيره. وكل ما تظبطه، لان انت ممكن تديله، لان هو كده كده انت مش هتلاقي مواصفات بالشكل اللي انا بقول لك عليه، ممكن تلاقي جبهه هنا صغيره بس ما بحبش الشغل. انا اعرف ناس كده جبهه صغيره ما بحبش الشغل وعايز فلوس كتير وطماع، تمام؟ اللي هو ايه؟ هتلاقي رقبته ايه؟ قصيره. هتلاقي رقبه قصيره من هنا، تمام؟ فاصبح هنا رقم واحد الشخص ده. طيب لو احنا بقى جينا طبعا الوجه البيضاوي، الوجه ده اللي احنا شرحناه ده، ده هتلاقي فيه نسبة كبيرة جدا منه موجودين بالشكل اللي انا بوصفه بالظبط. الشكل اللي انا بوصفه. بس افرض ان احنا لقينا الشعر خشن، الشعر خشن دايما بيكون معاه رقبة قصيرة. تمام؟ الشعر الخشن بيكون معاه رقبة قصيرة. وخلي بالك هو مش هيتحرج منك خالص. لو رقبه قصيره مش هينكسف يقول لك المبلغ ده شويه او مش عارف ايه، لانه عنده جراءه وعنده صلابه، فهنا مش هيقبل خالص على نفسه ان هو يشتغل بمبلغ زهيد اللي هو شعره خشن، لانه عارف هو بيشتغل ايه. كمان الجبهه الصغيره دي نادره من ان انت تلاقي جبهه صغيره، بس لو لقيت الشخص اللي هو بالمواصفات اللي انا كاتبها بالظبط هتلاقي الرقبه بتاعته قصيره، تمام؟ فانت مش هتعرف تستغله، يعني لو شعر خشن ورقبه صغيره ده مش هتقدر تستغله طماع، تمام؟ لكن هنا هو بيشتغل اكتر وجود شغل، ده هيشتغل وده عارف ان انت هتكسب وعارف ان هو هيكسبك وعارف ان هو هياخد حقه، تمام؟ بس يهمنا الاول والاخر ايه؟ يكون عندنا الالف المقعره موجوده، الجبهه القصيره موجوده، المكان ده الشعر ده يكون قريب من الحاجب، كل ما الزاويه دي قريبه من الحاجب اصبح ان هو اكثر امانه، تمام؟ فهنا الثلاث مواصفات دول اساسيين، تمام كده؟ جبهه قصيره، الجانب من هنا، والف لازم رقم واحد تكون موجوده في الصفات دي كلها، رقم واحد اللي هو يستقبل منك الاوامر اللي هو الف مقعره، دي باي شكل لازم تكون موجوده. اي الف تاني هيقابلك ما تاخدوش، لو انت عايز واحد يقعد معاك 20 سنة 15 سنة الكلام ده كله، تمام؟ طيب احنا خلصنا بقى كده رقم واحد ايه؟ الدائري، خلاص خلصنا منه بقى. يبقى احنا كده رقم واحد الوجه الايه؟ الدائري. رقم اثنين هيكون الوجه البيضاوي، الوجه البيضاوي نفس الكلام اللي هنا بيبقى هنا، بس ده بقى ايه؟ ده نادرا ان انت مش هتعرف تلاقي الشعر الخشن فيه، لان الشعر الخشن حاجه مهمه جدا ان هو هيتحمل المكان اللي هو عايش فيه. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ الوجه الدائري رقم واحد، الوجه البيضاوي رقم اثنين، بس ده بتاع تسويق يا جماعه، يعني مش هينفع بياع، لانه بحب ينقل اماكن و و و كده. وده رقم ثلاثه، ده ينفع ان هو يكون بياع عادي. كده هنختار ايه؟ هنختار الوجه ده الاول، ده رقم اثنين، تمام؟ ده هيبقى في المبيعات حلو. يبقى احنا هناخد، خلينا في الايه؟ في البيضاوي، الشرح اللي احنا شرحناه في البيضاوي، وهتبقى تطبقه على نفس الوجه ده كده، تمام؟ بس الوجه ده صعب ان انت تلاقي عنده جبهه صغيره، تمام؟ بعدين الوجه ده انا حاطه رقم ثلاثه ليه؟ لان هو بطيء، الوجه ده بطيء، لان عنده الجبهه دي بتكون داخله لقدام، تمام كده؟ تنسوش تعملوا لنا لايك وتسيبوا لنا تعليقات تحت، شاركوا الفيديوهات مع اصدقائكم، سلام.